عشان يفلت منكم في السجن، وبره كمان العيار ما يسيبش وتطلع تحود. الله، ده انا بعلي فيكم سنين عشان اليوم ده، مش عشان تقفوا قصادي وشكوا في الارض وقف كل واحد فيكم يعمر فرن عيش بحاله. ما يا معلم هو اللي اخرس يا ياد اخرس. انت فاكرك راجل بيت ثابته وعين صار؟ طلعت مره بيت طريه وعين زيغه، اتفوخس عليك راجل. ما هو العيل من دول لما قصصته تخيب ما يستاهلش يعيش ثانيه واحده. حد انت يا ابني على طول متسرع كده، ما ينفعش تضرب على رجالتك، ما ينفعش. تعال قدامي، امشي امشي. ودم الشهيد ما يطلع عليه شمس تانيه يا حاج. اه خليك انت بعيد يا ابني، سيبهم احنا كبير وهتشوف. نبي تتلهوا اتلهوا يا اخويا، ده كان في ايديكم ساكن على شجره في عز الدهر، ما عرفتوش تصطادوه. دلوقتي عجبوه بعد ما رجع عيش وكان جحره ده سمك ونط في الميه وقفشته ما بقتش سهله. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا حاج؟ هي عشان خيبت مره نقوم نسيبه؟ يا ابني يا ابني يا ابن المعروف، قلت لك 100 مره خليك انت بعيد عن كل ده. ما ينفعش يا حاج ابقى بعيد، ده لما اخويا وفرقت العمر كله وانا المعلم وكلمتي على رقبي الكل. وانا بقى ماليش عيش في الدنيا دي طول ما هو مقطع فيها كده، وحياه امه ليكون مصفي دم ونقطه نقطه ودم خلب وسله عشان يعرف مين براء النوح، يعرف مين العباد الروح. استنى، خد 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 براء ولا براء، انت انا وانت هتقف تتفرج عليا ورايا اخويا ليكاني وباص الدنيا وراه بسرعه. اجري لخلف عار. عبد الله سلامة خميس. الله يسلمك، الله يسلمك. مش فاكرني؟ حد ينسى وش أول واحد لبسه شبكة في إيده ساعة البيع؟ بس يعني الشعر أبيضه والترعية غيرت وشك شوية. الحمد لله المرة دي جت سليمة. انت جاي تطمن عليا ولا ايه يا باشا؟ وليه ما تقولش ان انا جاي احميك؟ والرصاصة انضربت خلاص. اكيد انت عارف مين اللي ضربها. وافرض. بص يا خميس، انت لسه خارج طازه، وقبل ما تشم اول نفس ليك كانت مستنياك اول رصاصه. وبيني وبينك بقى مش عارفين ايه اللي مستنيك تاني. بص يا خميس، انا مش عاوزك تساعدني، عاوزك تساعد نفسك. لابس توب جديد مش مقاسك يا باشا، مع انك قديم وحافظ قانون اللعبه صم. افهم من كده انك مش هتقول حاجه. أنا دخلت السجن ظلم بس عشان واحد خان عهدي، واللي تاج الظلم ما طفحوش لغيره يا سعادة البيه، وموته بكرامة أشرف بكتير من عيشة رخيصة. نقول سلام ولا لسه في كلام؟ يا عيني عليك يا بدران يا اخويا، محتاج الراحة والهدوء. بص يا خميس، الوقت بقى غير الوقت، والدنيا بقت غير الدنيا اللي انت سبتها، وبتوع الموت بكرامة اللي زيك خلصوا، وحبايبنا اللي عايشين برخيص مفيش أكتر منهم. يتوب علينا ربنا. عايز حاجة يا بدران يا اخويا؟ قول لي يا خميس،
وناوي على ايه بقى ان شاء الله؟ هو انا ورايا غيره؟ على المزاج طبعا. اقسم بالله العلي العظيم يا خميس، لو وقعت في ايدي تاني ما هتفلت من حبل المشنع حتى ولو بالطبل البلد. ايه يا بيه دماغك راحت لفين؟ انا اقصد المعسل. هو المعسل دلوك ما بيوصل لحد المشنجة؟ ده المزاج الخير. بقول لك يا خميس، انت عارف كويس قوي ان انا ممكن البسك قضيه وارجعك السجن تاني، وبحاجه تافهه قوي، شويه السلاح اللي بره دول اللي من غير ترخيص. ايدك بقت تقيله قوي يا بيه بعد التربيه. مش بقول لك لابس توب مش مقاسك، دي حاجه تفوت خميس افندينا برضه. السلاح كله مرخص يا بيه للدفاع. مواويد بايد يا سعاده البيه في الايام الصعبه دي. اقعد نضيفوك. بالحضن يا غالي، بل ريقي ورد فيا الروح. طبطبي يا امه، طبطبي يا حبيبي. يا ابني نفضي تراب الظلمه من على كتفي. ما حسيتش اني كنت مسجون الا دلوقتي، ولا سمعت صوت الرصاصه الا هنا. الحمد لله ان ربنا نجاك. انا قلبي اتخلع لما سمعت الخبر، بس برضو ربك حنين ورحمته سابقه قضاه. ما تصدونا بقى من الكلام اللي ملوش عازه ده، الله خدونا في الفرح اللي العيد اخواننا. يا حبيبي يا ابني. كرامه انت لسه خرصه؟ امال في الساعه ده ابو جمعه، انت لسانك سابعك على طول كده. تتحكي لغات؟ تعالى يا كرامه. بلاش محن يا بيت، انا ما احبش النسوان لما تقوى. سيبيها يا ام تعبر. الله مراته يا حاجه، سيبيها تفك عن نفسها شويه. بلا محن حريم، مش قادره تستنى لما يتقفل عليهم باب ولا خلاص الزبده ساحت على الساق. والسما اتحرقت يا امه، واللحمه استوت وطالبه اكال. اتحشم يا واد. يا ألف حمد لله على السلامة. يا
شوق مراتي هي اللي كانت بتخفف عني مرار غيابك السنين اللي فاتت دي. نورت بيتك يا سي خميس. منور بيك يا مرات الخال. قال لك اسمها شوق. اه شوق ها؟ قربي يا شوق، حبي على ايد كبير البيت. حب على ايد افندينا شوق. لا اله الا الله، لا مؤاخذه. وماله ما يضرش. خميس تعال اقعد على الكرسي. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. للاسف يا فندم مفيش فايده. الدنيا بقت مشبكه بتعطيها قوي وكانها لازقه في غيرها. ما تعرفش يا فندم بتطلع منهم بجمله واحده مفيده. كلامهم كله كانه شريط وبيتكرر على لسان الكل. التجار اللي من عينه خميس ونوح وغيرهم حاطين نفسهم في دايره مقفوله، محدش يعرف مفاتيحها غيرهم. كانه دستور يا فندم وكلهم متفقين على بنوده. وأياً كان الخلاف بين أي فرد أو أي حد في المجموعة دي، محدش بيعرف يخرج عن القانون ده. دستور ساري بين الكل. مهما اختلف